هنا. نعم نعم يعني أشرت حضرتك قبل شوية من قلت أن بعد تحقيق الهزيمة للقوات الأمريكية والانتصار على هذه القوات وطردها من العراق، إذن سيكون الطريق مفتوح من بغداد إلى دمشق إلى القدس وإلى آخره من التفاصيل في الأفكار اللي يطرحها التيار المتشدد في إيران، وفي المقدمة من هذا التيار الحرس الثوري وفيلق القدس. يعني وكل هذه التيارات اليوم، كل هذه الميليشيات المسلحة بالتأكيد ستكون أدوات لهذه الحرب القادمة. إذا ما نجح التيار المعتدل ويعني ذهبت إيران باتجاه الالتزام واحترام اتفاقية النووية واتفاقياتها الأخرى مع الطاقة النووية وغيرها ومنع أسلحة الدمار الشامل واحترامها للميثاق وإلى آخره، إذن سنكون أمام منطقة تذهب باتجاه السلم والاستقرار. أيضا أشير يعني هذا الانفتاح بين المملكة العربية السعودية وإيران، الأمير محمد بن سلمان تصريحات واضحة بأهمية العودة للعلاقات الدبلوماسية مع إيران، الشعب الإيراني، احترام خياراته إلى آخره، هذا كله يمثل جزء من تشجيع التيار المعتدل، التيار اللي يتخذ المنهج الدبلوماسي لبناء سياسة خارجية، تشجيع هذا التيار للذهاب إلى أقصى مدى بما يضمن الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. يعني الأزمات المستمرة، يعني إذا استطعنا عبر هذه العودة تطبيع العلاقات بين الرياض وبين طهران، أن ننزع فتيل الحرب في اليمن، أن ننزع فتيل الأزمة والمشاكل في سوريا. يعني مدير المخابرات السعودية زار دمشق والتقى بالأسد والتقى بشخصيات مهمة بمدير المخابرات وعودة السفير السعودي، إذن هناك استراتيجية للذهاب إلى حلول دبلوماسية، للذهاب إلى تشجيع التيار المعتدل في إيران، لأن إذا نجح التيار المعتدل ممكن تكون هناك فرص حقيقية جدية لبناء السلم والأمن والاستقرار.